يوه وكيف عزمتهم وما عزمتني وكيف ايش قصدها اني انا قصدها المج وكيف يتجمعون بدوني. اذا هي الان من يخرج الموضوع عن سياقه الطبيعي ليتحول نقص تقدير ذاته. هذا النمط ايضا من نقاط الضعف اللي عنده غير مرتب في مواعيده. ليش؟ مواعيده ترتيبها بناء على الناس. يعني هو يبغى زار واحد يبغى يخرج من عنده مش قادر. سبب يخاف يزعله. يبغى يقوم خلاص انتهى الاجتماع بتقول تعشى معنا. قال طيب بس والله ازعل منك. ازعل منك لا تتعشى عندك. لا هو مش انه يبغى العشاء. هو بس كيف ازعل منك؟ يخاف من فكره ان احد يزعل منه. يخاف ان احد يحلف عليه ويقول لا، تقول خلينا نجلس خلينا نشوف. هذا نمط. طيب لحظه ارجوكم من هذا الشخص يفضل العدل يفضل فوق العدل. يعني كيف؟ يعني بالنسبه له المساله مش مساله انه كان كويس ولا مش كويس، لا هذا صاحبي. إذا كان صاحبي لازم ماذا أفعل؟ أقف معاه في كل مواقف. تقول يا أخي مو صحيح، موقفك مو صحيح، بس صاحبي صاحبي ما راح أتركه. أنا وياه نموت سوا. أنت ما تفعل سوا إيش؟ هذا هو ضرب نفسه. خطأ، شعور خاطئ. فهو الآن بالنسبة للمشاعر، يأتي عندي سؤال هنا قبل ما أنتقل هذه اللوحة، في عندي شيء لابد أتكلم عنه ورسالة لكل الإخوة الحسيين. هذا النمط اللي هو النمط الحسي أو النمط المشاعري العواطفي، كلهم سأقول لهم رسالة. قوي عندك حاجة اسمها بناء تقدير الذات. ايش اللي لازم تقوي عندك؟ عندك خمسة مشاعر يجب ان تتقوى. تخيلوا معي عشان بناء مشاعر بناء تقدير الذات عندنا خمس علم. هذه الخمس علم موجودة. هذه الخمس علم لازم كلها تصير مالها تصير قوية. خمسة مشاعر. فعندي الشعور الاول مشاعر 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 زين. هذه المشاعر تحصلها ان شاء الله في الحج تروحوا منها مش عارفين.